يشوفوك تتمشى ويردوها الحكاية يردوك مريضي لك كنتي صحيح وما عندك باس لكن عندك مشكل بالنسبة لهم ديرة لضعفيتي يقولوا حشيش لغلطيتي البيرة اللي صغير واللي كبير واللي كبير مازال يكبر كلمة تدير تحير همهم هو يشوفك تخسر عرف بأن بين الأول ميلة الرئيسية لميزار قلقلة ميت دار والأمية وشحال من مرة نشوف على ناصر تبارك الله واعية في القهوة العصير وحدي الغدية واللي جاية عرفتي هذيك الصبرت اللي لابسة غدية لخوتها وهذا الطنوب اللي صوب فيها الخمس لفها شوف شوف عينك يا حمرين هذا بين التدروقة شوف شوف شحال طوالت ولا الديرة كي العتوقة فك باطل شي كلامي ردك عاطل وخا خدام هكرا فيك بني آدم واش قلوبهم فيها شي إيمان ياك دينك هو ديني راح ينجينا من عينك وعيني واللي عاش بينك وبيني دير اللي نفعك وهنيني وهذا يهضر فهذا نسمع عنهم ما يديروا لكن يقراوا ويخدموا لكن اليوم قاعد الحسد والغيرة شي مرات بنحب تفليزامي ولو بير شي مرة تحس بالعين من لافامي هداك ولا انجينيور نتخطرو تعب النقيل او الديرة خي شانتور اشهد الخدمة دلويل هاد الشي اللي في المخ ما كاين تثقافة وزايدين دافعين بخ داين ديبلوم صحافة واخا يكونوا يتحممو في الحمام يتكلمو واخا يكونوا يصليو في الجامع ينممو او واش منطقة اليوم الا حكيت نحكي راسي كلشي واضح ومفهوم الا لم تلم غير راسي لو كان جيت نسمع للي قال لي ودي حشم الراب صافي ديمو ضاق وحبس بركة ما تحلم لو كان راني معاكم في القهوة قال لي صمشومي تبرقيق وبالردة تايوم قمري نرامي طلع فو من اللي ما خاف ما حشم ما نادم طلع فو من بنادم اللي يهدر في بنادم فين اللي حشم وفين اللي وقر قدامي تضحك مورايا تغدر كنت دايرك يا خويا وكتر ساعة هكذا اليوم خصك تهدر غير قلي وسير في حالك الحمد لله ماشي بحالك كل شي ما بينيش حل من بلي شعبنا يرجع ويضحكوا علينا لغير